أنا أفراد فرقة أمن الطرقات بالمرسى الكبير وبالتنسيق مع أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بوهران من تفكيك جماعة إجرامية مختصة في المتاجرة وترويج المؤثرات العقلية متكونة من 4 أشخاص يبلغون من العمر ما بين 24 إلى 35 سنة وينحدرون من ولايتي وهران وولاية قلمة. العملية جاءت أثناء قيام أفراد فرقة أمن الطرقات بخدمة شرطة المرور على مستوى الطريق الولائي رقم 84، بحيث عاينوا سيارة من نوع بيكانتو كان على متنها 4 أشخاص. بعد تفتيشهم تم العثور على 100 قرص مهلوس من نوع إكستازي كانت مخبأة بإحكام عند أحدهم، بحيث أسفرت العملية عن توقيف 4 أشخاص، حجز 100 قرص مهلوس من نوع إكستازي، حجز سيارة سياحية، حجز مبلغ مالي من العملة الوطنية قدر ب 28 مليون سنتيم من عائدات بيع الأقراص، حجز سلاح أبيض من الحجم الكبير وقارورة غاز مسيلة للدموع وهواتف نقالة. فور استكمال إجراءات التحقيق سيتم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة.